ضمن اصلاحات كبرى عرفها المغرب في بدايه ديال الحكم ديال جلاله الملك محمد السادس. هيئه الانصاف والمصالحه، العفو عن المعتقلين السياسيين، عوده المغتربين، مدونه الاسره، خطاب اشدير، وانشاء معهد الملك الامازيغي. كانت واحد الموجه ديال الاصلاحات كبرى، وضمن ضمنها الجهويه المتقدمه. بالموازاة عما ذلك، حزب الأسرى والمعاصرة انشأ في خضم هذا التحول الكبير اللي عاشه المغرب، واللي تيبني الأدبيات ديالو على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية، اللي بجوج تيعطي واحد الأهمية كبيرة للجهوية المتقدمة، اللي في الخطابات الملكية المتعددة جات في الدستور ديال الفصل 136. الجهوية المتقدمة هي مشاركة السكان في تدبير شؤونهم بنفسهم. هذا هو المعنى ديال الجهوية المتقدمة. الجهوية المتقدمة هي تكريس للديمقراطية وتشجيع المشاركة السياسية، حيث المواطن كيعرف بأن هذاك السيد اللي كينتخب عليه فعلا يقدر يدير شي حاجة. إذن الجهوية هي ديمقراطية، هي توسيع الديمقراطية، كريس ديمقراطية، وهاد الديمقراطية كتفجر الطاقات اللي كاين في الجهات، وكتجعل الناس فعلا يتنافسون الجهات باش يقدموا الجهة ديالهم، بخلاف حالة المركزية كل شيء كيكون في الرباط. فإذا كاين واحد النفور، بل واحد العدد ديال الناس هاجروا ماشي غير باش بحثا عن لقمة العيش، ولكن نفورا من هاد المركزية المفرطة اللي كتعرق الاستثمار والتشغيل والاقتصاد وكل شيء. إذن الجهوية هي ديمقراطية، لا ديمقراطية بدون جهوية ما كايناش. والديمقراطية هي أيضا فعالية في التنمية الاقتصادية، كيقولوا الفرنساوية لي تروا دي، ديموكراسي ديسونتراليزاسيون ديفلوبمون، هادو الأسس ديال الجهوية. إذن ماذا حدث؟ جاء التقرير ديال اللجنة الاستشارية، احنا كنا مازال ناقص. جا الدستور ديال 2011 مزيان، لان دستر واحد المجموعه ديال التوصيات ديال الانصاف والمصالحه وديال اللجنه الاستشاريه. اما المشروع اللي جا دابا فهو احنا كنا كنتمناو كثار من اللجنه الاستشاريه، فالمشروع اللي جاي دابا اقل من اللجنه الاستشاريه. كاين تراجع، والتراجع في جميع الميادين في هاد الثلاث سنين الاخيره. هذاك اللي قلت لكم هذيك الموجه الاصلاحات الكبرى مع الاسف وقفتها قوى محافظه قديمه تحالفت مع قوى محافظه جديده لوقف هذا المد ديال الاصلاحات الديمقراطيه اللي كاينه في البلاد، بدعوى تخوف. كاين واحد التخويف، راكم دائما كتسمعوا لو كان ماشي حنا اللي درنا الاستقرار هذا الشيء ما فين كان غيمشي. وتخيلوا معي لو كانوا ما كانوش دوك الاصلاحات الكبرى، خاصة في هذه المناطق ديالنا، تطوان، طنجة، الحسيمة، الناظور، وجدة، بركان، هذه الاصلاحات الكبرى والاوراش الكبرى اللي فتحها الملك، تخيلوا لو كان العهد القديم وعشرين في براجع. من اذا ضمن الاستقرار؟ واش الاوراش الكبرى اللي فتحها صاحب الجلالة، ولا هذوك اليوم اللي كيقولوا لو كان ماشي حنا، لو كان مشيتوا بحال مصر؟ كان تخويف من الجهويه كذلك، راه هذا الشيء غادي الانفصال، الريف غادي يبغي الانفصال، وهذا غادي كاين واحد التخويف كمبرر باش نوقفوا العجله ديال التغيير. اذا المشروع جاء فيه الخوف، مشروع ما لقى ما يدير على المسائل اللي تصدرات، بحال بان رئيس الجهه امر بالصرف ما عنده ما يدير. الدستور فيه صندوق تأهيل اجتماعي وصندوق تضامن، جوج صناديق في الجهه كاين في الدستور. اذن بزز عليهم داروها، ولكن كيفاش غيكبلوا داك الشيء؟ صندوق التماسك الاجتماعي ولا التأهيل الاجتماعي، امر بالصرف هو رئيس الحكومه. صندوق التضامن بين الجهات، امر بالصرف هو وزير الداخليه. اذن كتشوفوا كيفاش كيتحايلوا على الخطابات الملكية وتحايلوا على الدستور.